السلام عليكم، كيف حالكم وإيش أخباركم؟ طبعا اليوم حنتكلم عن اللغة العربية الفصحى واللهجة السعودية. وطبعا لمتحدثي اللغة العربية الفصحى تقدر تتكلم اللهجة السعودية إذا كنت متعلم. فاليوم حنتكلم عن هل وكيف نستخدمها في اللهجة السعودية. طبعا هل أنت، هل هي، هل هو، ما بنستخدم هل باللهجة السعودية، بنبدأ على طول بالضمير أنت، هي، هو، أنا، أنت. تمام، نبدأ نقرأ. هل أنت تتحدث لغة مختلفة؟ هل أنت تتحدث لغة مختلفة؟ أنت تتكلم لغة ثانية؟ أنت تتكلم لغة ثانية؟ هل هي تتحدث إليك؟ هل هي تتحدث إليك؟ هي تتكلم معك؟ هي تتكلم معك؟ هل هو يعمل هنا؟ هل هو يعمل هنا؟ هو يشتغل هنا؟ هو يشتغل هنا؟ هل أحتاج إلى كتاب؟ هل أحتاج إلى كتاب؟ أنا أحتاج كتاب؟ أنا أحتاج كتاب؟ هل أنت تشرب الحليب؟ هل أنت تشرب الحليب؟ أنت تشرب حليب؟ أنت تشرب حليب؟ هل هم ينامون مبكراً؟ هل هم ينامون مبكراً؟ هم يناموا بدري؟ هم يناموا بدري؟ هل نحن بحاجة إلى العودة إلى المنزل؟ هل نحن بحاجة إلى العودة إلى المنزل؟ إحنا لازم نروح البيت؟ إحنا لازم نروح البيت؟ هل هو يعيش في منزل؟ هل هو يعيش في منزل؟ هو يعيش في بيت؟ هو يعيش في بيت؟ هل هي تكتب القصص؟ هل هي تكتب القصص؟ هي تكتب قصص؟ هي تكتب قصص؟ إذا لاحظنا الفرق إنه نستخدم هنا بالعربية الفصحى هل، ولكن باللهجة السعودية ما نستخدم هل، نبدأ بالسؤال بالضمير.